على الآفاق بالإبداع سحرا، بنا الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها، وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا. ويخلو الوعد في مرسى الأمان، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده تعالى وأستغفره وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونستفتح معا هذه الحلقة من برنامجنا ويتفكرون، ونحن نبحر معكم في آيات الله عز وجل، نتفكر فيها لعلنا نصل إلى بارئنا فنسعد بقربه في الدنيا والآخرة. إخوتي أخواتي، رحبوا معي في مستهل هذه الحلقة لفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، يحضرني اليوم آية كريمة تتعلق بالتفكر، وهي قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا الكون مسخر للإنسان، ما معنى هذا التسخير، وكيف يمكن أن نستثمره في قضية التفكر؟ أضيف لهذا الذي ذكرته قبل قليل تسخير تعريف وتكريم. أي شيء في الكون من دون استثناء له وظيفتان خطيرتان، الوظيفة الأولى تعريفية والثانية نفعية. فأنت حينما ترى القمر تعظم خالقه وتستمتع بنوره، تأخذ الفاكهة ترى شكلها وطعمها وحجمها ورائحتها الرائعة وتأكلها. فهذا الكون مسخر لكل إنسان، والدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في الكون مسخر للإنسان. تسخير تعريم، تسخير تعريف وتكريم. أي شيء في الكون له وظيفتان كبيرتان، وظيفة تعريفية وظيفة تكريمية. لذلك النبي الكريم لما رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، أي ننتفع بضوئه، وهو التقويم السماوي، وبآن واحد يرشدنا إلى الله عز وجل. أنت حينما تعيش حياتك الدنيا، كل شيء، ابنك الصغير، البيت الذي تسكنه، الطعام الذي تأكله، الورود التي تراها وتستمتع بها، نظر الجميل، البحر، السماء، الأرض، كل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وهذا الكون مسخر تسخيرين: تكريم وتعريف. فالتكريم الموقف الكامل من هذا التسخير أن تشكر، والتعريف أن تؤمن. فالإنسان إذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. والدليل قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تسخير التعريف آمنت، تؤمن. التكريم شكرت، شكر. فالإنسان تنتهي كل مشكلاته إذا عرف الله وشكره. النقطة الدقيقة جدا أن الإنسان إذا عرف الله وشكره سعد في الدنيا والآخرة. هذا يسمى الإسلام الفردي. الإسلام عظمته أنه إسلام فردي وجماعي.
لو طبقه فرد واحد لقطف كل ثماره الفردية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. دائما وأبدا الإنسان إذا اصطلح مع الله تأتيه السكينة من الله، المكافأة الكبرى الأولى. هذه السكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء، يشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. إذن التسخير تسخيرين، تعريف وتكريم. الموقف الكامل من تسخير التعريف أن نؤمن، الموقف الكامل من تسخير التكريم أن نشكر. فإذا آمنا وشكرنا حققنا الهدف من وجودنا، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تسخير التعريف آمنت، التكريم شكرت، انتهى الأمر. أما كأمة موضوع آخر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا محمد ما دامت سنتك منهجك قائما في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. يعني في عنا إسلام فردي وإسلام جماعي، فالمؤمن لا يعذر إذا قصر، في عنده إسلام فردي. الإسلام الفردي ما حلقاته؟ الحلقة الأولى نفسه التي بين جنبيه، بيته وعمله. فأقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. أقمت الإسلام في نفسك أولاً، العقيدة صحيحة، أديت الفرائض والسنن، عملت عمل صالح، كنت أباً ناجحاً، مدير مؤسسة ناجح مثلاً، عالم ناجح. أقمت الإسلام في نفسك أولاً وفي بيتك ثانياً وفي عملك ثالثاً. فهذا الإسلام عظمته فردي جماعي بأن واحد، لكن لو طبقت الأمة تنقصر على أثر. بالمناسبة نحن عندنا في صيغة نفي، مثلاً تسأل إنسان هل أنت جائع؟ يقول لك لا. لو قلت له هل أنت سارق وإنسان محترم؟ ما بيقول لك لا، لك ما كان لي أن أسرق، ما كان لي، يعني هذا مستحيل. سمع علماء النحو هذا نفي الشأن. نفي الحدث سهل، هل أنت جائع؟ لا لا. أما هل أنت سارق؟ معاذ الله، لا أقبل ولا أغطي ولا أسكت ولا أبداً أبداً. بعض العلماء البلاغة عدوا أكثر من 10 أفعال تنفى بهذه العبادة. اسمع الآية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليس من شأن الإله، ليس من شأن الله إطلاقاً أن يعذب أمة تطبق منهج رسول الله. هذا منهج الخالق. والحقيقة نحن بحياتنا اليومية في عنا تعليمات الصانع، يعني الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، هي الجهة الخبيرة. أضرب مثل بسيط، أنه أنت تركب تقود مركبتك في ضوء تألق في لوحة العدادات لون أحمر، إن فهمت هذا الضوء إضاءة تزيينية للمركبة احترق المحرك ودفعت 100,000، إن فهمته تحذيري وقفت السيارة أضفت الزيت انتهت المشكلة. انتهت المشكلة. فالبطولة لا أن ندرك ما وقع، أن نفهم ما وقع. الفهم غير الرؤية. في مأساة تعاني منها الأمة، أين؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالإنسان إذا بحث عن العلة البعيدة، القريبة سهلة، يعني يحدث زلزال، ما في علة بعيدة. لذلك في عندنا قاعدة أصولية، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أبدا، ما نزل بلاء إلا بذنب لا يرفع إلا بتوبة. فالبطولة أن نبحث عن هذا الذنب. لأنه مثلا شاحنة تحمل 20 طن وصلت إلى جسر مكتوب عليه أقصى حمولي 10 طن، سائق الشاحنة جاهل، هل هناك شرطي يحاسبني؟ موضوع شرطي هنا، الجسر لا يتحمل هذه الحمولة،
تسقط معه في النار، الجسر سيعاقبك. نعم. فأنت لما بتفهم الدين أنه في عقاب من قبل الله فقط، لا لا، المعصية نفسها تعاقبك، العمل الطيب نفسه يكافئك، كل عمل طيب في بذور نتائجه وكل عمل سيء في بذور نتائجه. هي بنسميها علاقة علمية. يعني لو فرضنا أب في البيت له بابان، أعطى توجيه لأولاده، هذا الأول للخروج والدخول، الثاني للضيوف، فأجى ابن دخل من باب الضيوف فعاقبه الأب، بس ما في علاقة علمية بين معاقبة الأب لابنه وبين عمل الابن، هو خرج من باب صنع للخروج أيضا، بس المنع كان وضعي، علاقة وضعية. أما الوضع الابن إيده على المدفأة المشتعلة تحترق، هي علاقة علمية. أنا حينما أفهم أن العلاقة بين أوامر الله وبين نتائجها علاقة علمية، وبين النهي الإلهي ونتائجه علاقة علمية، حلت مشكلتي. وكل واحد منا ماشي في الطريق لقى لوحة مكتوب حق الألغام ممنوع التجاوز، هل يرى أن هذه اللوحة وضعت حداً لحريته أم ضمان لسلامته؟ ضمان للسلام طبعاً. هذا هو الفهم الدين الصحيح. سيدي، والذي يعني تحدثتم عن تسخير الكون، تسخير تعريف وتشريف أو تكريم كما تفضلتم، والذي يكتفي بالوظيفة النفعية وما أكثرهم فقط ينتفع بالكون. الغرب تفوق أعلى تفوق في النفعية وقصر في الوظيفة الثانية التعريفية، ونحن ينبغي أن نعترف بالوظيفتين، أن نستخرج الثروات، أن نحسن المواصلات، أن نحسن دخل المواطن، هذا شيء طبيعي جدا، لكن لا ننسى أن نتعرف إلى الله وأن نخضع لمنهجه. وحتى الوظيفة النفعية سيدي، يعني بعض الناس يبقى في النفع في الطعام والشراب ولا ينتقل إلى رب إلى الله تعالى، يعني لا ينتقل إلى المنعم. أن تنتقل من النعمة إلى المنعم. نعم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الحقيقة أنه غير المؤمن يبقى في النعمة، المؤمن مع المنعم، هذا هو الحمد والشكر. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم، وأنتم إخوتي المشاهدين الشكر موصول إليكم لحسن متابعتكم وطيب استماعكم، نلقاكم دائما على خير، وندعو الله عز وجل لكم بالخيرات والمسرات والبركات. إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا، تفكر أيها الإنسان فيها وسبح لله يطيب ذكرى. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا، تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخلو الوعد في مرسى الأماني، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالله.